بتبدأ الحلقة الأولى ببيان العريس قاعد في أوضة الفندق بيعيط يوم فرحه، وصار حبيبته سايقة العربية وهتموت هي كمان من القهرة. فرح بيان حبيبها النهاردة على واحدة غيرها، والعروسة هي الوحيدة اللي فرحانة، وصاحبتها بتجري عشان تلبسها التاج قبل ما المأذون يجي. وأخت بيان بتخبط على أوضته بتقوله أنت مش نازل فرحك ولا إيه؟ أنت لسه ملبستش يا ابني، المأذون تحت وكلهم مستنيين، يلا يلا بسرعة. وبيضطر ينزل كاتب كتابه وهو بيعيط. وكيل العروسة بيقوله زوجتك ابنتي تاري على سنة الله ورسوله بمهر 75 جرام ذهب مدفوع مقدما، يعني موت وخراب ديار. وبيان ما بيردش على المأذون، والكل بيتنح ومستني يرد، بس هو سرح في عالم تاني في أيامه مع حبيبته سارة وقلبه بيوجعه أكتر. بس وكيلها خبط إيده فوقه قاله قبلت الزواج من هي اسمها إيه؟ آه تاري، وهدفع المهر المطلوب مقدما. وتم الجواز الرسمي وكل المعازيم دعوا لهم، وطبعا كل مبسوط والعريس في دنيا تانية. أما العروسة المسكرة بتأمن ورا المأذون وتدعي ربنا يبارك في زوجها وبيتها الجديد، لكن واضح أن ابن عم العريس زعلان جدا على العروسة عشان هو الوحيد اللي عارف أن بيان بيحب واحدة تانية وهو اللي كان معرفه بيها. وصحبة العروسة العسل من فرحتها بتحضنها وتشيلها، وبيان واقف هيتشل وبيقول ارحمني يا رب كانت ناقصاك اصلها. وفجأة وصلت سارة الفرح وشافته مع عروسته تاري وتأكدت أنه مضى، وقلعت الدبلة رمتها ومشيت منهارة. ومن هنا بدأت حكاية مأساة بيت مسلم جديد، بيت واحدة جوزها بيحب واحدة غيرها، يا ترى هتعمل ايه؟ اول يوم وصلوا الفيلا نزل من العربية بوزو شبرين، فبتقوله بيان الشنط، فتح لها شنطة العربية بريموت وسابها وطلع. شالت الشنط بنفسها بكل بساطة ودخلتها البيت وعجبها قوي، واول ما دخلت قالت السلام عليكم يا اهل البيت. جي بيان بصلها بقرف وقالها دي كل شنطك؟ دخليها قطك. قالت له قطي؟ مش فهمك. سابها تكلم نفسها وطلع قطه هو كمان. وجات له رسالة من سارة بتقوله ازايك؟ دور العريس كان لايق عليك قوي في الفرح، فعرف انها حضرت فرحه وشافته. ونرجع فلاش باك لورا وبيفتكر بيان لما حاول يقنعها انه عنده خطة وهيتجوز مؤقتا لكن بيحبها هي، بعدها بيتنرفز ويقلع دبل التاري وبيرميها في حوض السمك وبيقعد يعيط يا عيني على الكرسي لوحده. وبعدها نزل للعروسة وحط لها ورقة قدامها وقال لها دي اتفاقية جواز سارية طول فترة جوازنا. قالت له قصدك ايه؟ قال لها جوازنا ما كانش عن حب، ده اتفاق بين اهلي واهلك، انتي فاكراني هعيش معاكي عمري كله ولا ايه؟ ده انتي متفائلة قوي. قالت له انا برضو مش فاهمة حاجة منك. قال لها كل واحد هينام في قطه والدور التاني يخصني لوحدي، رجلك ما تخطيش سلمة القطي فوق، وانا ههتم بحاجتي وانتي حرة في حاجتك. اه بفكرك انتي غير ملزمة بتقديم اي واجبات زوجية تجاهي، انا اصلا مش عايزك. طبعا تاري مصدومة، شاورت له على كلمة انفصال في العقد قصدك بيها ايه؟ قال لها كلمة شرحة نفسها، بعد سنة هطلقك. بصي عشان ترتاحي انا خاطب واحدة تانية وبحبها. لا لا انا بعشقها، لكن عشان حظي زفت اضطريت اتجوزك انتي، بس اطمني الحوار مش هيطول. تاري قالت له استغفر الله العظيم ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو الجواز لعبة؟ انا متجوزاك على سنة الله ورسوله وما ينفعش الجواز يبقى مؤقت. قال لها مش عاجبك؟ المحكمة قدامك والباب يفوت جمل وهو تبقي ريحتي. وسابها تخبط راسها في الحيط. تاني يوم المهندس بيان بيصحى يروح شغله على الموقع وبيدي اوامر للعاملين وهو مش طايق نفسه وقالب وشه ونكد عليهم هما كمان. وتاري بتروح على شغلها فاتحه مشروع بتبيع فيه سندوتشات تيكاوي، ولما شاف بيان العامل بيرمي ازازه المايه في الباسكت افتكر اول مره قابل فيه ساره لما اتخانقت معاه عشان رمى الازازه في الارض، وقالت له بكل تناكة إنها بتعدي من المكان ده وهو كده بيوسخه. وقتها ابن عمه قابلهم وعرفهم ببعض وبيحاول يمسك أعصابه قدامه العمال عشان ما يعيطش. واحد بيقوله الأذان بيأذن هنصلي وبعدين نكمل، قال له اسمع أنا الأول وبعد كده بقى روح صلي ما تقطعنيش. وفي المقابل تاري بتعتذر لزباينها وبتطلب ينتظروها ربع ساعة استراحة للصلاة، وبتاخد كل المساعدين معاها عشان يصلوا، وبتعيط من قلبها وبتدعي ربنا يهدي جوزها اللي ما لحقتش تشوف معاه يوم حلو. صاحبتها قالت لها ايه ده عروسة ومنهارة من العياط كده؟ امال بعد 20 سنة هتعملي ايه؟ تاري قالت لها انتي فاكرة اللي بيدعي ربنا بس هما اللي عندهم مشاكل؟ قالت لها انتي هتتفلسفي عينك بتدمع. تاري قالت لها انا انسانة اكيد هقابل اختبارات ومشاكل زي اي بني ادم، بس ده معناه ان ربنا بيحبني. قالت لها لا اخرجي من دول، انتي بيان مزعلك هو اللي معيطك كده صح؟ قوليلي عملك ايه؟
انتي فاكراني اسكت له؟ هتلاقي واطي صوتك، هبقولك بعدين فضحتينا. رجع بيان من شغله مش عايز يدخل البيت، وتاري محضره له الاكل وطلعت ورا جري شاور لها بصبعه تنزل وما تعديش درجة السلم دي تاني من غير ولا كلمة. هو طلع النحنوح يتصل بسارة وما تردش عليه، ومن زعله نام بهدومه وصحي على تاري وهي بتخبط بتقوله الفجر بيأذن هتصلي؟ قال لها انا ما بصليش فجر، وغوري من وشي. نزل بعدها يقول لها انتي فين الفوطه بتاعتي؟ قالت له غسلتها اجيب لك غيرها؟ قال لها وتجيبيها انتي ليه؟ فين الشغاله؟ قالت له مريضه بقالها يومين. ايه ده يعني شغل البيت ده كله انتي اللي عاملاه؟ لا بصي بقى انا مش عايزه ابقى مدين ليكي باي شيء، عموما ابقي ودي هدومي للمغسله. وهو خارج حضرت له سندوتشات عشان يفطر، مرضيش. قالت له هحطها لك في شنطتك كلها في الشغل. قال لها مش عايز اكل من ايدك حاجه، ريحي نفسك. وسابها وجري راح لساره في شغلها. وساره اول ما شافته طلبت له الامن يطردوه بره. بالمناسبه المكان ده هو اللي مشغلها فيه، وبيفكرها زمان تاني لما كان بيلعب في صاله البلياردو ولقاها داخله والشباب عكسوها واتخانق معاهم عشانها، ووصلها لحد بيتها بعربيته وهي كانت بتتنك عليه وتقول له انا مش محتاجه مساعدتك نزلني هنا. ما هو القط ما يحبش اللي خنقه. ونروح لتاري اللي بتدور في صفحه بيان على الفيسبوك، وصاحبتها بتقفشها وتقولها بتعملي ايه؟ دي عشيقة جوزك صح؟ تاري قالت لها ايمي كلامك عيب، احفظي لسانك. بقولك ده طلع عيد ميلاده بكرة. ايمي قالت لها مين ده جوزك؟ اه وانتي بقى عايزة تفاجئيه؟ قالت لها لا انا عايزة اعرف هو بيحب ايه الاول عشان افاجئه مفاجأة حلوة. ايمي قالت لها انا عارفة هو بيحب ايه، بيحب عشيقته يا تاري. يا بنتي فوقي شكلك كده غبية. بهزر بهزر، خليكي واثقة في نفسك، انتي كده عسل. ونروح لبيان الحزين على عمره وعمال يفتكر في ذكريات صاحبته لما برضه قابلها تاني في بار واكتشف انها بتشتغل ويتر، وقال لها هوصلك كل يوم من بكره مش هتضطري تشتغلي تاني. ضحكت وقالت له بس انا مش بنت راجل غني زيك. قال لها انا هشغلك مديره حسابات في ملعب كوره بتاع واحد صاحبي يوم واحد في الاسبوع، ومش هتروحي متاخر وهتتابعي دراستك. وبقى يشوفها كتير وبدأوا يخرجوا مع بعض، وسألها تقبلي تكوني حبيبتي؟ يا ابني احنا نعرف تقبلي تتجوزيني، انما حبيبتي دي عند مامتك يا سكر. ونروح لتاري في اوضتها اللي بتقرا قرآن، واول ما وصل البيت جريت مبسوطة تستقبله وطلعت وراه وبرضه نزلها تاني من على السلم بنفس الصباع. قال لها انتي صحية ليه؟ لا عايزك تستنيني ولا تحضري لي اكل. قالت له ممكن تعرفني هوايتك المفضلة ايه؟ قال لها الكورة، بحب اشوط الكورة. والله انت عايز كورة في دماغك تحولك وتفوقك. وسابها وطلع يعيط لسارة في رسالة ويقول لها وحياتي عايزك 5 دقايق بس، يا سارة بكرة عيد ميلادي ارجوكي قابليني. والصبح تاري سألته وهو نازل شغله هتيجي الساعة كام النهاردة؟ قال لها 7. وهو في عربيته سارة ردت على رسالته ووافقت تقابله، وتاري مراته جابت له زينة عيد الميلاد كلها كور وقعدت تنفخ في البلالين، وجابت له جزمة هدية وحطتها في بوكس شيك قوي. وما تعرفش ان جوزها قابل سارة وبيتحايل عليها تصبر عليه سنة لحد ما يطلق تاري، وبيبص ايديها ويترجاها، ومراته قاعدة تنفخ بلالين. سارة وافقت ترجع له، والساعة بقت 1 بالليل والتورتة ساحت. وبتخلص الحلقة الأولى لما تاري جابت آخرها من الانتظار وقطعت الزينة وشالت التورتة وقالت عليا وعلى أعدائي. بتبدأ الحلقة التانية بتاري بتفتكر وهي مع أسرتها في العربية، وفجأة بيعملوا حادثة وباباها ومامتها بيموتوا قدام عينيها، وبنعرف إن أبو بيان كان عليه ديون كتير جدا، وأبو تاري كان صاحبه المقرب وكتب له شيك بمبلغ كبير جدا عشان يسد ديونه، والأسرتين كانوا متفقين إن تاري وبيان لبعض من وهم أطفال. وبعد موت أبو تاري ومامتها أبو بيان طلب إنه يربيها، لكن عم تاري رفض وربها هو. وبعد ما بتتخرج تاري من الجامعة بيقول لها عمها إن ياسمين أم بيان طلبتها للجواز لابنها أكتر من مرة ومش لاقي أسباب للرفض يقولها، ولما تاري رفضت قال لها أبوكي الله يرحمه كان موافق على جوازك منه وما اعتقدش إن اختياره ليكي هيكون سيء أبدا. وتاري لما حست إن عمها مصمم وافقت على الجواز عشان ما تحسش انها تقيل عليهم اكتر من كده. وبتجيلها فجأة ايمي صاحبتها وتخرجها من ذكرياتها، قالت لها جوزك برضو صح؟ قالت لها مش عارفة يا ايمي اللي بعمله ده صح ولا غلط، تفتكري ابعد واعمل اللي هو عايزه وخلاص حسب الاتفاقية اللي كتبها، ولا نفذ اوامر ربنا اللي امرني بيها كزوجة؟ قالت لها قلتلك نفضيله من الاول. تاري قالت لها بس انا كده هبقى زوجة عاصية. قالت لها ركزي هو اللي زوج عاصي وحرمك من حقوقك كزوجة.
ربنا طلب منك الاعتناء بنفسك أولا ثم زوجك. بقولك إيه، كبري دماغك منه، زمانه دلوقتي مع صاحبته أصلا. وقد كان فعلا بيان كان عايش حياته مع سارة وبيعلمها السواقة، وفجأة مامته بتبعت له رسالة وبتعزمه على العشاء عشان عيد ميلاد بابا، واتضايق عشان هيضطر ياخد تاري، وبيروح يخبط لأول مرة على أوضتها وبيقولها بقرف إجهزي، بابا عزمنا على العشاء النهاردة عيد ميلاده. قالت له طب كنت قلتلي قبلها أجيب له هدية. قال لها أنا بقولك أهو، ولا هدية ولا بتاع، تعالي كلي وروحي تاني، مش حوار يعني. قالت له طب يدوب أجهز. قال لها استني هيكون في معزيم، مثلي قدامهم اننا بنحب بعض ومبسوطين، يعني اياكي حد يعرف وضعنا ده. قالت له اعمل ايه يعني؟ قال لها اضحكي، امسكي ايدي، قربي مني. قالت له حاضر حاضر فهمت، يلا روح بقى عشان اجهز. قال لها طب تحبي نتدرب؟ ونزلوا فعلا يدربها تحت، واتكسفت منه جدا. قال لها حتى مسك الايد مش عارفه تعملي، قربي مني كده، ريلاكس شويه، ايوه اتحكي بقى، خطوة للأمام، يلا بينا. وحضروا العزومة وهما ماسكين ايد بعض، وبتسلم تاري على مامة بيان اللي بتقولها انا عندي كانسر بس احسن من ناس كتير عندهم نفس المرض الحمد لله، ما تبقيش تغيبي عليا يا تاري، زوريني كتير، انتي بتوحشيني. وسألتها بيان عامل ايه معاكي، وتاري توهت في الكلام وسلمت على ابوه واخته وهي بتضحك عادي، وبيتفرجوا على صور الفرح ويتريقوا عليه، في عريس يا ابني كشر كده. قال لهم معلش كنت متوتر شويه، بقى فرحي اول مره اتجوز. وبابا بيسال تاري عن مشروعها وبيعرض عليها تعرض منتجاتها في المتجر بتاعه، وقال لها اكيد هتكسبي اكتر لانك شاطره ومشروعك متميز. ومامته سالتها تاني يا تاري هو بيان مزعلك في حاجه؟ قالت لها بيان ده حبيبي عمره ما تعبني، لا بيطلب فطار ولا عشاء ولا بيطلب حاجه خالص الحقيقه، بس انا بطبخ له غصب عنه. وبيان حط ايده على كتفها وقال لهم تاري كل اكلها جميل، بحبها وبحب اكلها، كلي يا حبيبتي كلي عشان نمشي. وفجأة طب عليهم قلدي ابن عمه، وبيان قلب وشه وكشر، ولما تاري ضحكت لقلدي داس على رجلها وقال لهم احنا هنروح عشان تاري تعبانه، وخدها وقام جري. وفي العربية قالت له ليه مشيتنا بدري؟ قال لها انا قلت هناكل ونقوم. قالت له بس انا ما اكلتش. بقولك ايه، قلدي ده ملكيش دعوه بيه، هو عارف علاقتي بسارة. قالت له طب اوكي، بما اني رحت معاك لأهلك ومثلت دور الزوجة السعيدة، تيجي معايا السوبر ماركت عشان التلاجة في البيت فاضية. واضطر يوافق غصب عنه، وأول ما دخلوا الماركت قالت له سوق العجلة انت الراجل. بيبص لقاها بتشتري حاجتها هي بس، قال لها ايه ده انت بتشتري طلباتك انت بس؟ قالت له هات طلباتك لنفسك يا روحي. بقولك ايه صحيح، انا جعانة، اعزمني على الغدا لو سمحت، انا ما اكلتش في العزومة. واتفقوا تستناه في المطعم لحد ما يحط الحاجة في العربية ويجي، وفضلت مستنياه لحد ما المطعم فيديو قرب يقفل وبيان مجاش. راح لسارة عشان عملت حادثة، ولما تاري اتصلت بيه قال لها سارة كلمتني ومحتاجيني وهتعشى معاها، كلي وروحي لوحدك. صعبت عليها نفسها وفضلت تعيط، سد نفسها إلهي سد نفسه. وأول ما روح بالليل قالت له حسب الاتفاقية المفروض ما تقابلهاش طول ما أنا على ذمتك. قال لها هقابلها. قالت له شكلي قدام عيلتك إيه لو حد شافك معاها؟ قال لها جوازنا كان بالإكراه وانتي عارفة ده وعارفة أني بحبها من أول يوم. قالت له وأنا وافقت أبقى على ذمتك سنة ولازم تحترم كرامتي كزوجة ليك على الأقل. نفض لها وطلع وسابها، واول ما نزل الصبح لكن مش هقابلها في الاماكن العامه بس. قالت له تمام، ولو ما نفذتش كلامك هتدفع تعويض. اوكي انا ماشي بقى. قالت له رايح فين؟ عمي ومراته جايين. قال لها وانا معرفش. قالت له وديك عرفت، دي اول مره يزورني فيها. قال لها اوكي يبقي سلميلي عليهم يا سكر. جاي خارج لقى عمها في وشه، سلم عليهم وقال له ايه الشنط دي يا عمي؟ قال له ما احنا هنبات معاكم النهارده ان شاء الله، ده لو ما عندكش مانع يعني. تاري قالت له يا سلام طبعا تنورونا، هات الشنط يا بيان. ونده لها وقال لها هيناموا فين بقى دلوقتي؟ مفيش غير اوضتين نوم. قالت له ايه ده؟ لو حد شاف حاجتي في الاوضه هيعرفوا ان كل واحد بينام لوحده، كل ده بسببك. وحاولت تشغلهم عنه وهو اتسحب من وراهم ونقل كل حاجتها من اوضتها لاوضته في الدور اللي فوق، والشغاله بتتفرج ومستغربه. وبعدها اتغدوا مع بعض، وعمها قال له تاري اكلها جميل دوق كده، وبيان اضطر ياكل اكلها وقرب منها وقال لها تسلم ايدك يا حبيبتي، وشغاله لها العسل بقت مبسوطه بيهم كانها مامتها. ومرات عمها اول ما دخلت الاوضه وشافتها نظيفه وقالت لها هي مش دي اوضه ضيوف؟ هو انت كويسه مع بيان؟ بس تاري طمنتها وقالت لها احنا زي الفل ما تقلقيش. وفي نفس اللحظه عمها كان بيوصي بيان عليها وقال له تاري امانه في رقبتك
دي ملهاش أب ولا أم تتسند عليهم، وإحنا مش عايشين لها العمر كله وإنت جوزها، يعني سندها بعد ربنا. وبالليل بيان ساعدها في تنظيف المطبخ وسألها هو أنت شغلك إيه؟ قالت له ببيع أطعمة مجمدة، تقبضي كام في الشهر تقريبا؟ قالت له شغل المبيعات ملوش مرتب محدد. قال لها حوالي يعني حوالي 700 في الشهر. قال لها 700 ألف؟ قالت له لا 700 مليون، ده طبعا بعملتهم هم مش بالجنيه المصري عشان التعليقات تحت. واستغرب بيان وقال لها انتي بتعرفي تعملي كده ازاي؟ وبعدين شكل عربيتك قديم جدا. قالت له بس مريحاني. قال لها اشتري واحدة جديدة مادام بتكسبي. قالت له بحبها، ده انا قعدت سنة كاملة احوش تمنها. بعدها استأذن وطلع نام، وطلعت بالليل قطه لأول مرة ولقت صورة سارة قلبتها ونامت جنبه على السرير بحجابها، وفضلت تتفرج عليه وهو نايم، وفاق لقاها نايمة جنبه اتبسط. بعدها صحيته على الفجر، قالت له عمي مستنيك تحت توديه المسجد زي ما وعدته. قال لها خليه يصلي في البيت. قالت له يا بيان الرجالة بتصلي في المسجد والستات هي اللي بتصلي في البيت، يلا قوم اتوضى هتلاقي نفسك فقت على طول. وعمها تحت قال له يلا يا دوب نلحق سنة الفجر. رجع بيان بسرعة لوحده قال لها هو ايه سنة الفجر دي؟ قالت له ركعتين قبل الفجر يا قلبي. قال لها تمام تمام جود باي. قالت له ايه جود باي دي؟ قول السلام عليكم. قال لها ماشي السلام عليكم. قالت له عليكم السلام يا سكر. وبعد ما وصلوا المسجد الشيخ قال له انتوا اول مره تصلوا هنا صح؟ بيان قال له لا انا باجي كل يوم، انا بيان عمره 65. عمها قال له انت نسيته ولا ايه؟ ده بيصلي هنا كل يوم. الشيخ قال له لا مش فاكرك. بيان قال له اه من كتر الناس كل يوم بتيجي تصلي هيفتكر مين ولا مين، الله يعينه يلا يا عمي عشان احنا متاخرين. وبعد ما وصلوا عمها ومراته وركبوهم العربيه ومشيوا قلب وشه تاني وقال لها دلوقتي نبقى متعادلين. قالت له مش فاهمه. قال لها مثلتي دور الزوجة السعيدة قدام أهلي ودلوقتي ردتها لك، ملكيش عندي جمايل. قالت له بس أنا ما كنتش بمثل. قال لها وأنا رايح أقابل سارة. قالت له استغفر الله العظيم. قال لها أنت فاكرة عشان نمنا ليلة في نفس الأوضة هتبقي مراتي بجد؟ فوقي لنفسك. قالت له أنت إزاي كده؟ قال لها مش عاجبك قدامك المحكمة اطلبي الطلاق. وبتخلص الحلقة التانية وهو منكد عليها زي كل يوم كالعادة وبس خلاص. بتبدأ الحلقة التالتة ببيان وهو نازل شغله وشكله مريض جدا، وتاري بتحاول تقنعه ما يروحش الشغل النهاردة لكن بيعملها كأنها هوا كالعادة. ورجع بالليل تعبان أكتر ما راح، وفجأة وقع في الأرض بسبب الحمى، وهي سابت المصحف من إيديها ونزلت جري تشوفه جراله إيه، وسندته لحد سريره وهي مرعوبة وخايفة عليه، وغيرت له هدومه وسهرت طول الليل جنبه وعملت له كمادات، وقلبت صورة سارة تاني وعملت له جنزبيل دافي وشربته له. ولما أذن الفجر صحته عشان يصلي. قال لها هو المريض بيصلي؟ انا معلياش صلاة. قالت له ايه الكلام ده، مادام لسه عايش يبقى لازم تصلي. بطل كسل ومتوضى هتفوق على طول، يلا تعالى انا هسندك ولو دايخ صلي وانت قاعد. والصبح جابت له الفطار واكلته بنفسها وهي مبسوطة جدا، ونزلت تعمل له الغدا برضه بنفسها، لكن فجأة لقيت سارة جاية تزوره ومعها ورد وبتخبط. بيان موجود لو سمحتي؟ قالت لها انتي مين؟ قولي له سارة. تاري تنحت وقالت لها ثواني ابلغه، وقفلت في وشها الباب ودخلت تعيط. وطلعت الشغالة تبلغ بيان ان جاله ضيوف وسألها فين تاري؟ قالت له خرجت وقالت لي ابلغك. اول ما نزل بيان لقى سارة في وشه جريت وحضنته، والشغالة شافتهم كده وقعت الصينية من الخضة وقال لها انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ ولما سمعت كده افتكرت سارة لما كان بيفسحها وعمل لها مفاجأة في حديقة الاسماك وغطس في حوض السمك بيافطة مكتوب عليها تتجوزيني دلوقتي مش عايزها تجيله بيته. وبعد ما مشاها من البيت بسرعة بيتصل بتاري ما تردش، وأول ما رجعت بالليل سألها كنت فين كل ده؟ قالت له واضح إنك ما قريتش الاتفاقية بتاعتك، مفيش داعي أستأذنك قبل ما أعمل أي حاجة. قال لها تليفونك مقفول. قالت له ملكش دعوة أنا تعبانة داخلة نام. جري وراها وقالت له مش كنت مشغول مع حبيبتك؟ قال لها قلت لها ما تجيش هنا تاني وحقك عليا لو ضايقتك. قالت له تيجي أو ما تجيش ده شيء يخصك، لكن اللي يخصني انها ما تجيش وانا موجوده. وبيسرح تاني وبيفتكر لما عرف مامته على ساره، واول ما دخلوا لقيته ماسك ايديها بصت بقرف ومرضتش تسلم عليهم وطلعت. بعدها اتخانق مع مامته وساب البيت بسببها، لكن بعدها مامته عيت وجالها كانسر وجري يطمن عليها في المستشفى وفضل يخدمها وقعد تحت رجليها وقال لها اي حاجه عايزاها هنفذها لك. قالت له انا وعدت ام تاري قبل موتها انك هتتجوز بنتها. وطبعا بيان معرفش يرد. تاني يوم الصبح نزل بيان يتمحك ويسأل تاري هتعمل لنا فطار ايه النهاردة؟ اساعدك؟
قالت له انت بتعمل ايه في المطبخ؟ قال لها اجيب لك طبق؟ لا شكرا هجيبه بنفسي. طب انا ممكن ادوق ولا ممنوع ده كمان؟ واكلها في بقها وقال لها انا اسف ومش هجيب ساره بيتك تاني. قالت له مش انا زوجه مزيفه؟ سيبني في حالي بقى. قال لها ما تقلعي الحجاب ده مش حرانه؟ ده بيتك اقعدي براحتك كده. طب تيجي اعزمك على الغدا بره؟ وطبعا وافقت في ثانيه ودبسته كمان في مشوار السوبر ماركت ودفعته الحساب وخليته يسوق العربية وكان على قلبه زي العسل. وأول ما روح اتصلت بيه سارة ما ردش عليها وتاري خدت بالها. وتاني يوم لقى تاري نازلة شغلها اتحايل عليها ما تخرجش وتروح معاه تجمع عائلي عند مامته وقال لها أنا جوزك المفروض ما تخرجيش من غير إذني. قالت له دلوقتي بتفهم في الدين يا بيان؟ كان فين دينك قبل كده؟ أنت بس خايف مامتك تعرف موضوع إنك بتمثل عليها. وركبت العربية وسابته ومشيت. لكن وهي في الطريق عجلة العربية اتخرمت وصاحبتها نزلت تندب على حظها وقالت لها اتصلي بجوزك بسرعة يلحقنا. تري قالت لها مش هيرضى انا اصلا نازلة غصب عنه. وفجأة شافوا دخان والعربية ولعت. وتري قالت لها انا السبب المفروض كنت استأذنه قبل ما اخرج انا السبب. ونروح لبيان اللي دخل لوحده العزومة والكل بيسأله فين مراتك وقال دي ابن عمه. قال له هي تاري ما جاتش عشان عندها محاضرة مش كده؟ بيان قال له انت مالك وعرفت منين موضوع المحاضرة ده؟ قال له انا بحضر لها كل محاضراتها. صحيح اخبار سارة ايه؟ لسه بتقابلها؟ ملحقش بيان يرد ومامته جات سألته هي كمان فين مراتك واخته قالت له انتوا متخانقين ولا ايه؟ وفجأة لقيوا تاري دخل عليهم ومعاه كمان هدية وقال دي اتكسف. وبيان قال لها لغيتي محاضرتك؟ قالت له مش هخرج من غير اذنك تاني حقك عليا. وطبعا ما جابتش سيرة العربية اللي ولعت. بعد العزومة مامته خدتها الأوضة وقدمت لها طقم دهب هدية. ولما تاري قالت لها ده كتير قوي قالت لها ان مدينة لباباكي ومامتك بدين كبير جدا وكمان مدينة ليكي انك رديتي تتجوزي بيان وهو على حاله ده. وسألتها هو بيان كويس معاكي؟ وتاري طمنتها كالعاده انه كويس جدا معاها. قالت لها طب ما دام مبسوطين بقى يبقى لازم تخلفي منه واشوف احفادي. قالت لها دعواتك يا ماما. بعدها خرجت مع ايمي صاحبتها وفجاه لقيت بيان في وشها وساره لازقه فيه. تاري شافت منظرهم كده ما نطقتش وسابتهم ومشيت. والصبح بيان بيعتذر لها وهما بيفطروا قطعته في الكلام وقالت له مش عايزه اسمع اي حاجه افطر وانزل شغلك. وفضل في شغله لحد بالليل متضايق ومش طايق نفسه والمدير بتاعهم سهرهم عشان المشروع لازم يخلص. وتاري لما اتأخر قوي قلقت عليه ورجع لقاها بتعيط. قالت له انا خفت عليك لما اتأخرت وافتكرت حادثة اهلي وخفت يكون حصل لك حاجة انت كمان وما ترجع ليش. طبطب عليها وطمنها وقال لها اوعي تخافي انا موجود ما تعيطيش بقى. الصبح على الفطار قال لها ايه ده فين حجابك؟ قالت له وحشة؟ قال لها قمر كده قمر. قالت له طب ما دام قمر بقى يبقى تدفع التعويض. قال لها تعويض ليه؟ ما احنا كنا كويسين انا ما كسرتش القواعد. قالت له قابلتها في مكان عام. قال لها اوكي اوكي ايه التعويض المطلوب؟ قالت له فسحني عايزه اروح حديقه الاسماك. وبيان وافق واضطر يوديها نفس المكان اللي كان بيقابل فيه ساره. ولما جت قربت من حوض السمك اللي غطس فيه وقال لها فيه تتجوزيني حاول يبعدها باي طريقه وخدها في مكان تاني وبدا يفتح لها قلبه وقال لها هقول لك على حاجه ما قلتهاش لحد ابدا. وحكى لها على بدايه علاقته بساره وازاي عرفها في الكليه وان قال دي ابن عمه هو اللي عرفهم على بعض. وقال لها انا جريت وراها كتير قوي لحد ما وافقت ترتبط بيا بعد 6 شهور لكن اول ما ماما عرفت ابتدت المشاكل لانها ما حبتهاش ابدا وخططت امي لجوازي منك وانا ما وافقتش. لكن لما جالها السرطان واضطرت تاخد العلاج الكيماوي اتخضيت عليها قوي وخفت تروح مني واضطريت اتجوزك عشان ارضيها. وساعتها وعدت ساره ان انا هطلقك واتجوزها بعد سنه. ساره استحملت معايا كتير قوي وانا وعدتها وهي ما تستاهلش مني ان انا اخلى بيها. كل ده تاري خدته في قلبها وسكتة ونكد عليها الحمد لله زي كل مره. والخروجه قلبت غم. تاني يوم بتروح تاني مقابلة شغل لكن فجأة بتلاقي سارة في وشها ومصممة تتكلم معاها. يا ترى عايزة ايه من تاري؟ هنشوف مع بعض في الحلقة الرابعة. بتبدأ الحلقة الرابعة بسارة اللي طبت على تاري ومصممة تتكلم معاها. بتقولها صدفة غريبة اني قابلك هنا. تاري قالت لها اه صدفة مش جميلة خالص. وسارة لسه هتقول لها انا وبيان كنا. قالت لها بيان جوزي وماضيه ما يهمنيش والزوج في ديننا بيلزمه يكون وافي لزوجته فقط مش لأي ست تانية. سارة قالت لها طب يا ريت تهدي عليا أنا مش هدفي أدمر بيتك وعارفة يعني إيه قلبك يوجعك على حد بتحبيه. قالت لها ولما أنت عارفة ليه مستنياه؟
سارة قالت هو اللي بيجري ورايا وقال لي انه بيحبني انا وما بيحبكيش. هو تقريبا بيان نسي يقول لها كمان انا عايش مع تاري بس عشان تربي العيال. وتاري قالت لها بكل ثقة مفيش تبرير للي بتعملوه، ولو انتي انسانة صالحة مش هتفكري تاخدي راجل متجوز غيرك. الست المحترمة ما بتكلمش رجالة غريبة عنها اصلا، وارتباطكم من الاول لا يجوز، مفيش في ديننا غير خطوبة وجواز، اما الارتباط ده حرام ومش معنى انه منتشر هنحلله. وبعد اذنك صاحبتي وصلت ووقتك معايا خلص. وبالرغم من صرامة تاري معاها ما عرفتش تنام بالليل، وفضلت تحلم وتتوجع من كل كلمة قالتها على بيان، وحلمت بيه وهو بيلعب مع سارة وأولاده في الجنينة. وسارة بتغيظها وتقول لها بيان مش ليكي، وقعدت تصرخ تاري في الحلم وصحيت مفزوعة وفضلت تستغفر ربنا. وقامت الفجر تصحي جوزها عشان يصلي هو كمان، وطبعا قام متنرفز وقال لها هو كل يوم صلاة؟ ايه ده؟ انتي ما بتكسليش؟ ما بتروحش عليكي نومة؟ بعدها نزل يفطر وزحلق الشغالة كالعادة، لكن اتفاجئ بتاري بتقوله أنا من حقي تعاملني كزوجة حقيقية. قال لها آه اصطبحنا. قالت له لحد ما السنة تخلص أنا مراتك، وده شرع ربنا، يبقى أخد حقوقي كاملة. قال لها قشطة، أنت اللي طلبتي. قالت له ما عدا اللي في بالك، أنا هفضل أنام في أوضتي. قال لها أمال قصدك إيه يعني بحياة زوجية؟ قالت له تخرجني معاك قدام الناس، تعشيني بره، نتفرج على فيلم مع بعض، عاملني كزوجة، كل حاجتي تشتريها معايا، نبقى صحاب، اتصل بيك وانت في شغلك تحكي لي عن يومك، ولما اخرج في مكان تسيب اللي بتعمله وتيجي توصلني. قال لها اوكي حاجه تاني؟ اه كصديقه بقى بنصحك ما تفوتش الفجر في المسجد، صدقني هيفرق معاك كتير، واسمع خطبه يوم الجمعه واتعرف على صحبه صالحه بدل البار والديسكو. قال لها فجر لا، انتي عارفه اني بحب النوم. قالت له وانا هصحيك ما تقلقش يا روحي. وفعلا حضروا صلاة الجمعة مع بعض، والشيخ كان بيقول في الخطبة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وأحيانا اللي ما بنحبوش بيكون مخبلنا خير جواه، واللي بنجري وراه وهنموت عليه مش خير لينا في المستقبل، فبيبعده ربنا عنا، ارضى عشان ربنا يرضيك. بعدها تاري راحت تقدم محاضرة تخص شغلها، وقال دي ابن عم بيان راح يسمعها. فقالت له انت جاي مع مين؟ قال لها وحدي. قالت له ده بتشطر واتجوز بقى يلا وفرحنا. قال لها من الصعب ان الانسان يحس انه شخص ثالث. ودخلت ايمي صاحبتها فورا تنقذ الموقف وقالت له انت مش مرتبط؟ قال لها نعم انا حبيت اسمع محاضرة تاري بس يعني. قالت له تاري متجوزة وانا صاحبتها انفع؟ قال دي قال لتاري بتمنى بيان ما يكونش مخلي حياتك صعبة. وتاري طبعا فهمت، بس فجأة طب عليهم بيان لأول مرة في شغلها. أول ما شاف قال دي مسك إيد مراته وقال لقال دي بيان موجود جنبها وخدها ومشي. وفي العربية قال لها كان بيعمل ايه عندك؟ قالت له دايما بيحضر ورشة العمل بتاعتي. قال لها بيكلمك على الواتساب؟ احيانا. طيب من النهاردة بقى ملكيش كلام معي. ليه؟ قال لها ما بحبوش. لا لازم يكون عندك سبب. قال لها هو كده. قالت له لا انت بتغير عليا. قال لها اغير؟ لا طبعا يا بيان عينك فتحاك والله بتغير. بس الكارثة ان تاني يوم بيان راجع من شغله لقى قلدي واقف مع تاري قدام البيت، سلم ومشي. ولما دخلوا قالت له مش عادتك يعني تيجي بدري؟ قال لها اه ليه بقى مش عايزاني اجي بدري؟ والشيء ده كان بيعمل ايه هنا؟ قالت له كان عند مامتك وطلبت منه يوصلي قماش هديه. قال لها ما تديهوليش انا ليه؟ قالت له اسالها وضيفتيه كمان، انا شايفه بيطفح وهو ماشي، ده متعود يجيلك بقى. قالت له لا مش فاهماك. قال لها يمكن وانا مش موجود بتجيبي رجاله غيره كمان في بيتي. جابت له القماش بتاع مامته وقالت له لا ركز، هو انت عشان بتجيب صاحبتك في بيتي فاكرني زيك؟ لا ده مش مستوى اخلاقي. واتقمصت ومشيت. خرج وراها على الجنينه يتمحك، ايه رايك طب نسهر سوا النهارده؟ اخرجك فين؟ قالت له مش عايز اخرج ماليش مزاج. وبالليل قال لها طب انا هعمل لك العشاء واكلها نودلز. وقال لها انا اسف لو كنت اسات ليكي انتي او قلدي. بس فجاه قطعهم تليفون من ساره هادمه اللذات. تاري قالت له رد انا اصلا مش فارق لي. ولما رد عرف ان ساره في المستشفى عملت حادثه وراحت تاري معاه جري وقال دي حصلهم. ولما تاري دخلت الاوضه شافت ازاي جوزها بيعامل ساره وقلبها اتوجع وقررت تسيبه وتبعد. رجع بيان على البيت لقاها محضره شنطتها. قال لها انتي رايحه فين؟ قالت له محتاجه ابعد وافكر مش هينفع اكمل معاك مش هقدر بعد اللي شفته. قال لها ساره وحيده وملهاش اهل وانا كل يوم بدعي ربنا يفتح قلبك ليا لكن تعبت ومش هعرف احافظ على جوازنا لوحدي، كل ما اصبر عليك تتمادى وتقرب لها اكتر، انا مش مضمونه زي ما انت فاكر يا بيان، كان ممكن اسيبك من اول يوم واقول كرامتي لكن انا حبيتك
معرفش امتى وازاي، يمكن يوم ما لمست ايدي في فرحنا، كل حاجة معاك عملتها بحب، لكن دلوقتي انا لازم امشي عشان ما ازيش نفسي اكتر من كده. قال لها عشان خاطري ما تمشيش، انا اتعلقت بيكي. قالت له هتسيبها؟ سكت بيان. قالت له لما تعرف الجواب ابقى رد عليا. وخلصت الحلقة الرابعة، وبيان مش عارف يعمل ايه ويختار مين وبس خلاص. بيصحى بيان من النوم متأخر ومفزوع ان فاتته صلاة الفجر، وبيجري على أوضة تيري يسألها ما صحتهوش ليه زي كل يوم، وفجأة بيركز ويفتكر ان تيري ما بقتش موجودة في البيت. نزل ينده على شغالة تحضر له الفطار، بتنفض له وما تردش عليه، بيضطر يدخل المطبخ يفطر نفسه، وبيفتكر تيري لما كانت بتجري وراه بالاكل وتتحايل عليه يدوقه، ولما زعلها وقال لها انت فاكره عشان نمتي جنبي ليله هتبقي مراتي، فوقي مش عاجبك اطلبي الطلاق. عدى اسبوع، هترجعي امتى؟ الشوربه بتاعتك وحشتني. وتيري تعيط وما تردش. وبيان في الشغل بيستأذنهم ياخدوا استراحة للصلاة، بعدها راح لسارة يزورها، وجت تحضنه ورجع لورا وجاب لها الأكل اللي تاري بتحبه مش اللي هي بتحبه. قال لها ترجعي شغلك إمتى؟ قالت له الاتنين. طب يبقى اطلبي عربية توصلك. وطبعا استغربت لأنها متعودة يوديها كل يوم شغلها ويجيبها. بيان انت متغير؟ قال لها تاري سابت البيت. ليه؟ طلبت مني اختار بينك وبينها. قالت له ايه الخبر الحلو ده؟ ونروح لتاري اللي ايمي بتقول لها سبتي له البيت يا فلحه، فاكراها يزعل؟ ها ده مش بعيد يعزمها في بيتك. تاري قالت لها ايمي اخرسي. قالت لها انت ما بتفكريش، بتقولي له اختار بيني وبينها وسايباه معاها. طب ما وحشكيش؟ قالت لها لا. وبيان راح يزور اهله، ومامته سالته زعلان ليه، فين تاري؟ قال لها مشغوله شويه. بعدها لما روح الشغاله شافته واقف زعلان، قالت له هتتصرف ازاي؟ قال لها مش راضيه ترجع. قالت له استنى هقول لك سر، وجابت له البوكس الهديه بتاع عيد ميلاده، وحكيت له على تاري لما فضلت مستنياه ومحضره له حفله بس هو ما جاش. وقالت له من الصعب الشخص يلاقي زوجه زي دي. قال لها انا حاسس بالذنب. قالت له لا انت ما تحسش بالذنب، انت لازم تحارب عشانها وتحافظ على بيتك. قال لها انا حتى معرفش هي فين. قالت له انا اللي هقول لك برضه، بص الانستجرام بتاعها. بص وقال لها انا بحبك قوي، وجري على حوض السمك يطلع دبلة تاري اللي رماها فيه ولبسها. وتاري خارجه من حفله التكريم لقيت بيان في وشها، وراها الدبله والشوز الهديه وقال لها انا مش عارف استغنى عنك. قالت له سبتها؟ قال لها مش هقدر ابعد عنها دلوقتي، هي محتاجالي. قالت له فاكر كلامك، مش عاجبك روحي المحكمه اطلبي الطلاق، انا دلوقتي عايزه اتطلق. الراجل ملحقش ياخد نفسه، قال دي بعت له رساله وقال له الحق ساره وقعت في الحمام ودماغها اتفتحت. جري طبعا يلحقها، وقال دي قال له دي كانت هتموت واتصلت بيك ما ردتش. قال له كنت مع تيري. قال له ساره محتاجه حد معاها. بيان اتنرفز وقال له انا موجود ومعاها. قال له لا انت لازم تختار، انت عايز تاخد الستات كلها لوحدك ولا ايه؟ ونروح لتاري اللي عمها بيقنعها ان ما ينفعش تسيبي بيتك ورمضان داخل علينا، مين هيفطر الراجل الغلبان ده؟ لكن مراته قالت ما ياكل لوحده، هو حد منعه؟ قومي يا تاري يا حبيبتي توضي وصلي ونامي شويه ارتاحي، ولما احضر الاكل هصحيكي. بعد ما دخلت عمها قال لمراته اموت واعرف عمل لها ايه. قالت له مادام ما قالتش مش مفروض نسالها، البيوت اسرار. وبيان سهران سرحان في شغله، وصاحبه جاب له كيس فيه السحور وقال له بعد اذنك بقى انا هروح اتسحر مع مراتي وعيالي في البيت كل واحده كده. بيبعت لتاري رساله، عدى اسبوع من رمضان انت فين؟ كل يوم افطر لوحدي، محدش بيحضر لي السحور، تقريبا هو غيران من صاحبه. ولما راح يزور ساره قالت له ما بتجيش تفطر معايا ليه؟ هعمل لك اكل جميل. قال لها كباب، نفسي في كباب. قالت له كباب ايه؟ لا انا بسخن اكل مجمد بس في المايكرويف، ممكن اقلي لك بيض. بص لو عايز اكل اكل يعني اطلب لك جاهز هيجي بسرعه. بصلها بقرف وقال لها عندك سجاده؟ انا عايزه اصلي المغرب. قالت له من امتى بتصلي؟ قال لها ما تقومي نصلي جماعه. طب استنى ادور على حاجه البسها. قال في باله انت لسه هتدوري؟ يا ابني انتوا اصلا ما ينفعلكوش صلاه مع بعض، ايه العك اللي انتوا فيه ده؟ بعدها اهله عزموها على الفطار، وطبعا كلهم لاحظوا ان تاري ما جاتش. وعدى الشهر الكريم وتاري بتصلي العيد مع عمها ومراته، وبيان بيبعت لها مسج كل سنه وانت طيبه يا ريت تسامحيني، وبيتفرج على الناس اللي راجعه من صلاه العيد وهو لوحده، وراح يعيد على ساره. قالت له تعالى انا جبت كحك، ولسه بتديله بعد ايديها عنه وقال لها انا عايزه اتكلم معاكي. عدى سنه وهتطلقها مش كده؟ انا عايزه اكمل جوازي، هتسيبني؟ اصلي يا سكر ماما عايزه كده. وانا اتعلقت بتاري. بتهزر؟ والسنين اللي قضيتها معاك، انت وعدتني هتطلقها. قال لها انا اسف، بالبساطه دي انا عمري ضاع معاك. سابها تتفلق
وفضلت تكسر في الأوضة وجالها انهيار. ولما جي قلدي يعيد عليها لقاها بتولع في صورهم ولابسة أسود. قال لها انت هتفضلي كده لحد امتى؟ بيان سعيد مع مراته والناس بتتغير، ونروح لتاري اللي بتحضر درس الدين بتاعها، والمعلمة بتنصح الزوجات بطاعة الزوج، وان ربنا امرنا ما نخرجش من بيوتنا. ولما ربنا يقولك حتى لو اتطلقتي ما تخرجيش من بيتك قبل العدة ما تخلص، يبقى سمعا وطاعة، فما بالك بالخناقات الزوجية اللي بتحصل بينك وبينه كل يوم. والزوج ربنا امره ما يخرجكيش من بيتك الا لو عملتي فاحشة مبينة، ومفيش واحدة جوزها كامل، كلنا فينا عيوب، دوري بقى على المميزات وعديها، ودعي له ربنا يهديه مرة واثنين وعشرة، واللي نعرف عيوبه أحسن من اللي ما نعرفوش. انتي عملي اللي أمرك بيه ربنا مهما كانت أخلاق البشر حواليكي. وتاري انفتح قلبها تاني وقررت ترجع بيتها، وودعت عمها ومراته وشكرتهم على استضافتها. وعمها قال لها أنا سايبك براحتك وما سألتكيش السبب، لكن لازم تفهمي إن كل جواز فيه مشاكله، وما ينفعش تهربي علشان تتجنبي مشاكلك. صفي ذهنك وفكري وصلي بهدوء. ومراته قالت لها اعرفي كمان ان ده بيتك مفتوح لك في اي وقت، واني بدعيلك دايما زي امك واكتر. وراحت تاري جري طبخت له الاكل اللي بيحبه وركبت بيه العربية. ونروح لبيان اللي مش جاي له نوم، سمع صوت العربية قام جري. تاري انت جيتي؟ بيفتح لقى سارة في وشه اتصدم، وبعد ما دخلها قالت له ما تخافش عليا انا بقيت كويسة وما تحسش بالذنب. قال لها انا اللي ما وفيتش بوعدي ليكي، ده ذنبك. لما انت اتجوز انا حاولت ابعد واكمل حياتي، لكن انت تحايلت عليا ارجعلك. يا ريتك كنت سبتيني بعدت، بس انا جايه دلوقتي ابلغك اني هتجوز. نعم؟ اه هتجوز قلدي، دايما جنبي وبيخاف عليا. بيان قال في باله يلا بركه نبقى خلصنا منكم انتوا الاثنين، اعزمني على العشاء بقى، ممكن تعملي نودلز؟ وفجأة جت تاري وسارة بتودع بيان وبتشكره على العشاء الجميل اللي طبخه لها. وبيركبها العربية لقى الحلة بتترزع وراه في الأرض، وجري وراها يفهمها، لكن مشيت وهي منهارة وتعكنن، ودخل قطه قلب صورة سارة. وتاري بعتت له رسالة طلقني، خليته قاعد يعيط للصبح. راح جري على إيمي اللي أول ما شافته جريت منه ولففته النادي كله وراها لحد ما وقعت. قال لها فين تاري؟ قالت له بتسأل ليه؟ انت زوج خاين وده عقابك. قال لها انا بحب صاحبتك ساعديني. قالت له حب ايه؟ انتوا كل يوم تتخانقوا لما صدعتوني، اتطلقوا احسن. قال لها لو بتحبي صاحبتك خليني اروح لها ارجوكي. قالت له تاري في المحكمة الشرعية بتخلعك. جري يلحقها والطريق كان واقف، ووصل لقى المحكمة قفلت. وفجأة لقى تاري وراه وبتندهله، بيان انا تعبت، رحت محكمة شرق جاكرتا وغربها وجنوبها، والعربية عطلت مني والعجلة فرقعت، ورحت أصلحها وتأخرت وتهت في الطريق، ولما وصلت المحكمة لقيتها قفلت. قال لها الحمد لله إنها قفلت، نصيبي الحقك. أنا سبت سارة ولما شفتيها عندي كانت بتعزمني على فرحها هي وقلدي، وقلت لها أني بحبك أنت ومش هسيبك، أنا مش عارف أعيش من غيرك، والله يا خليكي مبسوطة. وطلعت له العقد المعفن من الشنطة، قطعه لها ومسح دموعها وحضنها قدام محكمة الأسرة. هي قدام محكمة الأسرة مفيش حد غيركو؟ بعدها حضروا فرح سارة وقلدي، وبعد ما سلم عليها تاري خدته ومشي، وسارة حرق دمها وكانت مغلولة وحلفت تخلي أيامهم طين. وقد كان في الحلقة الجاية هنشوف الفضايح. وبتبدأ الحلقة السادسة بخناقة عنيفة بين تاري وبيان. مش اتجوزوا رسمي؟ يبقى لازم يتخانقوا. بتقول له انت معجون بمية كدب يا بيان، كل يوم ميت كدبة وكدبة، ارحمني. قال لها مش عيب، وبعدين الكدبة حلال بين الزوجين. يا سلام، مين قالك كده ان شاء الله؟ قال لها ابن شهاب قال ان الكدبة حلال في الحرب والاصلاح بين الناس وبين الازواج. اخرجه البخاري رقم 2692 ومسلم رقم 2605، وكله بما يرضي الله. بقت ترد بالبخاري ومسلم يا بيان، اللهم صلي على النبي. وبعدها بيروح مسابقة بتاعت إيمي صاحبتها، وبتشتكي لإيمي من جوزها اللي معجون بمية كدب، لكن إيمي بتقول لها كل رجالة كده، يمكن بيكدب عشان ما يزعلكيش. قالت لها هو مش مضطر، ولو ما كدبش مش هزعل. أما بقى الرأي الآخر، لما إيمي سألته بيان قال لها تاري بتفرض رأيها على كل حاجة حتى الأكل، تقولي هناكل على مزاجك وأقولها بيتزا تقولي لا مكرونة، فين مزاجي بقى؟ وكل حاجة عايزاها هي اللي بتمشي. وفي الآخر إيمي زهقت منهم هما الاتنين وسابتهم ومشيت. وأول ما روحوا قدمت له ورقة فيها اتفاقية جديدة. قال لها بتنتقمي ولا إيه؟ اقرأ وامضي من سكات. مسك الورقة وهو بيضحك لقاها كاتباله
واحد، هدومك المتوسخة تتحط في السلة، ما تترميش على الأرض ولا تحت السرير. اتنين، تنشف الحمام قبل ما تخرج. تلاتة، الجزمة ما تمشيش بيها في الأوضة. أربعة، وأهمهم، الكذب على زوجتك ممنوع. قال لها تمام همضي، بس ليه طلبات. واحد، تفخمي فيا لما اشتري لك طلباتك وما تتنرفزيش عليا. ايه المشكله يعني لما اجيب لك عصير فراوله بدل التوت اللي طلبتيه، ما هو كله برتقال. اتنين، ما تقوليش اختاري انت حاجه وترجعي تفرضي رايك عليا. قالت له اوكي، واتفقوا هما الاتنين ان كل واحد يحترم عادات التاني عشان يبقوا مبسوطين مع بعض في نفس البيت. وندهت على الشغاله تمضي شاهد وقعدت تضحك عليهم، وكتبت لهم بند اخير بطلوا تفاهة، ايه الخناقات الهبلة دي؟ ونروح بقى لسارة الحزينة على عمرها اللي معيشة قلدي في السواد ومش طايقة نفسها، وبيقولها انه رايح حفلة عند اهل بيان. قالت له هتروح هروح معاك. وفي العزومة تاري وبيان بيكونوا مبسوطين جدا، لكن ابو بيان بينكد عليه وبيسأله على الشغل بتاعه، انت بتخسر ليه اليومين دول؟ بيان حاول يتوه في الكلام واتضايق وقال لي تاري قومي نمشي من هنا. ولسه خارجين لقى سارة في وشه ومنزلتش عينيها من عليه، وتاري بطريقة ودودة قالت لها البرفيوم بتاعك جميل جدا. قالت لها ده جايلي مخصوص من فرنسا، اجيب لك منه؟ وتاري قالت لها تفضلوا الاكل جميل جدا. بيان قال لسارة في سباكيتي بالثوم اللي انتي بتحبيها، وتاري اتضايقت. سارة قالت لها بقيتي حامل ولا لسه؟ راح بيان مقرب من تاري وقال لها لا، احنا حابين نستمتع بشهر عسل طويل شوية بعد اذنكم، وخد مراته ومشي. وكان باين عليه متضايق جدا في العربيه، وتاري قالت له ما تزعلش من باباك، هو عايز مصلحتك. وافتكر بيان لما زمان اتقبل في تخصص الهندسه الكهربائيه لكن بابا رفض وفرض عليه يدرس اداره اعمال في امريكا، واتخانقوا لان ابوه عايزه يفهم الشغل ويمسك شركته من بعده، وبيان رافض وعايز يستقل بشغله وينجح في مجاله بدون مساعده باباه. تاري لقيته سرحان حاولت تتوه في الكلام وقالت له ما تيجي نروح نكشف، انا عايزه اطفال كتير منك. بعدها بتامل ايمي صاحبتها اللي نصحتها تكون واقعيه شويه، يا تاري مش لازم كل حاجه تكون تمام ومفيش حد كامل، مش عشان انتي بتحفظي قران وتصلي وبتحضري دروس دينيه تبقي مثاليه يعني، الزوجين بيكملوا بعض مش بيفرهدوا بعض. اما بيان كان في ميتنج شغل في كافيه واتفاجئ ان ساره هناك وسكرانه طينه واصحابها بيحاولوا يفوقوها، وعرض يوصلها لبيتها لكن صحابها رفضوا، وعشان ما تروحش وريحتها ويسكي فضلت ترش من البرفيوم بتاعها عليها وعليهم كلهم. واول ما بيان وصل البيت مراته بتجري عليه، طبعا شمت ريحه ساره اللي استحمى بيها، ولما طلع نام بهدومه طلعت وراه وقربت منه شمته تاني وتاكدت، لكن قالت لنفسها استغفر الله العظيم ان بعض الظن اسم، وما سمحتش للشيطان يلعب بيها. والصبح ندهت الشغاله اللي بتعاملها زي امها وقالت لها انت كنتي شاهده على بند عدم الكذب وانا هساله قدامك. قال لها هو ايه اللي بيحصل هنا على الصبح، مش عايز تقولي حاجه حصلت معاك امبارح؟ قال لها لا. وتاري عشان متعوده انه بيكذب ثابته وقامت. تاني يوم نازل من شغله لقى ساره مستنياه في وشه والشيطان واقف وراه بيشرب سيجارته ويتفرج. بتبدا الحلقه السابعه بساره بتفتكر لما بيان نزل حوض السمك بيافطه وكاتب لها فيها تتجوزيني وقدم لها الخاتم قدام الناس كلها، لكن بيان بينده عليها يخرجها من احلام اليقظه وسالها على شغلها وعلى قلدي جوزها. قالت له مبسوطه وعزمها على الغدا وقال لها طلبتي تقابليني ليه؟ قالت له امبارح لما شفتني وانا سكرانه ما حبيتش تفهمني غلط، انا بقالي كتير قوي ما بشربش بس كنت مخنوقه جدا وبصراحه مكسوفه منك. قال لها حاولي لما تتضايقي تصلي لربنا ما تشربيش تاني، الشرب حرام. الله الله، بقيت جوز الست المتدينه وبتنصحني كمان. ضحك وقال لها كلي كلي خلينا نمشي. وهم خارجين قال لها انا مبسوطه انك سعيده مع قلدي ابن عمي، وما عرضش عليها حتى يوصلها، وركب عربيته ومشي ما بصش وراه ومسكت صورته فضلت تعيط. تاري مع ايمي في الكافيه مستنيه قلدي اللي طلبت منه يعمل لها دراسه جدول مشروع الكافيه الجديد بتاعها، وايمي بتحكي لها على العريس اللي تقدم لها. شفتي بابا عامل معاه ايه؟ مسك صوره ماما الله يرحمها وفضل يعيط وقال له اكيد امها فرحانه دلوقتي وانا عماله اقول له يا بابا ركز مع العريس. وفي اخر الليله العريس وقع اتزحلق في الارض ودراعه اتكسر بسببي. دي كانت ليله مسخره، بس من يومها ما كلمنيش ولا شفته. تفتكري غير رايه؟ ايه الحظ الهباب ده يا ربي. وفجاه جه قلدي وجايب معاه رافي صاحبه وقال لها جبتلك اللي هيجيبلك الخلاصه في مشروعك.
وتاري اتخضت لما شافته لأنه كان زميلها في الجامعة وحاول يتقرب منها زمان، وقال دي قطع أفكارها وقال لها ده بقى هيعمل لك دراسة جدوى ما تخرش المية. وهما ماشيين لقى رافي متنح لها، قال له إيه دي مرات ابن عمي، ها عارف يا عم عارف. ولما تاري روحت كانت متحمسة جدا لشغلها الجديد، وجت تحكي البيان ان قلدي عرفها بمستشار عشان يساعدها في مشروعها وانه كان زميلها في الجامعة. هو بيان هنا اصلا هي بتتكلم وهو مش مهتم حتى يبص لها، يمكن مش سمعها اصلا. طلعت لوحدها اوضتها وافتكرت لما زمان رافي قال لعمها ان تاري فتاة احلامه وراح لها اكتر من مرة في مكتبة الجامعة وحاول يرتبط بيها، لكن ايمي المنقذة قالت له تاري محترمة مش بترتبط بشباب، عايزها اتجوزها. وفجأة طب عليها بيان وخرجها من ذكرياتها، ولسه بيهزر معاها سارة بعتت له مسج ممكن نتغدى بكرة مع بعض. وتاري سألته مين؟ قال لها واحد صاحبي، وراح قابلها فعلا وسألها عايزة ايه؟ قالت له انا كدبت عليك ومش سعيدة مع قلدي، ويوم ما شفتني سكرانة كنت متخانقة معاه. قال لها طب وانا مالي؟ بصي انا شايف ان مش المفروض تحكي لي عن جوازك ومشاكلك. اتنرفزت وقالت له اقول مين؟ انا ماليش حد غيرك، عموما انا اسفه اني ضيعت وقتك، سلام. واتقمصت ومشيت. وصاحبنا قعد في شغله طول النهار سرحان في كلامها ومش طايق نفسه، ونفس الحال لما روح بيتهم. بس تاري خضته، الجميل سرحان في ايه؟ طبعا فيا. وفضل يهزر معاها والليله كانت هتبقى زي الفل، لحد ما بابا كلمه وقال له الحق قلدي وساره عملوا حادثه، تعال لنا بسرعه على المستشفى. وراحوا جري عليهم لقوا ساره متكسره وقاعده على كرسي عجل. وتاري طمنتها ان ان شاء الله قلدي هيخرج من العمليه سليم، واقنعوها ترتاح في اوضتها لحد ما العمليه تخلص. اما بيان الخلوق الخدوم سندها ونايمها على السرير وتاري شايفاهم، وساره عماله تتسهوك اكتر وتعيط والحنين بيهديها. تاري افتكرت نفس المنظر في المستشفى زمان قبل ما يسيبوا بعض، واضح ان هو ده اسلوب ساره، وقلبها وجعها تاني ودموعها نزلت وسابتهم وخرجت من سكات. وبعد العملية راحوا يطمنوا على قلدي، وسارة قالت له أنا السبب في الحادثة، المفروض أكون مكانه. قال لها مفيش داعي للكلام ده، اللي حصل حصل، هيبقى كويس بإذن الله. وكان متضايقة عشانه جدا، انتي كمان لازم ترتاحي عشان تخفي. وفضل هو جنبه في الأوضة طول الليل وحالته كانت صعبة جدا. ونروح لأبو بيان اللي روح من المستشفى لقى مراته بتقوله الحق بنتك ما جاتش من امبارح البيت وبيتها بره. وقلدي فتح عينه وفاق لثواني وقال لبيان لو جرالي حاجة صار في رقبتك خلي بالك منها. أما تاري بقى فسابتهم كلهم وراحت المسجد لدرس الدين، والمعلمة بتشرح آية 155 من سورة البقرة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. والاختبار هو جسر المؤمن للحصول على الخير الوفير من ربنا، ولازم نفهم إن دايما في حكمة حتى لو ما نعرفهاش. وقوس قزح الجميل بيظهر بعد المطر أو هدوء العاصفة، وفجأة بيان اتصل بتاري وهو منهار وبيعيط وبيقول لها إن قلدي مات. قالت له إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الواحد مش لاقي كلام يقوله غير لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ترى تاري هتستحمل الابتلاء ده؟ وسارة ما بتتوصاش متقلة العيار. ويلا بينا على الحلقة التامنة. تاري بتحضر جنازة قلدي وبتعزي سارة اللي مموتة نفسها من العياط، وبتقولها خلي بالك من بيان، أديكي شفتي قلدي حصل له إيه في لحظة. والنبي يا سارة انتي حنينة. وأبوها بيجي يعزيها كأنه غريب وبيسيب معاها أختها ويمشي، وأهل بيان وقلدي هما اللي بيفضلوا جنبها. وبتصعب على تاري جدا لأنها عارفة الإحساس ده وعاشته لما أبوها وأمها ماتوا. وبيان بيدفن قلدي وبيفتكر أنه وصاه قبل موته على سارة. بعد الجنازة الكل بيرجع بيته، وبيان بيقول لتاري ما كنتش متوقع أن يموت كده، راح مننا في لحظة. قالت له قدره كلنا هنموت. قال لها سارة مسكينة. قالت له اه بقت أرملة ووحيدة، أتمنى تلاقي شريك لحياتها قريب. قال لها لا هي ما بتفكرش في كده دلوقتي. وانت مين قالك ده بقى؟ قال لها يعني دي فترة حداد أكيد مش هترتبط. قالت له بيان انت عايز تصاحبها؟ الكلمة نزلت عليه زي الصاعقة وارتبك وقال لها لا طبعا بس صعبان علي عشان وحيدة. قالت له جبت وحيدة دي منين؟ ما عندها باباها واختها. وبيان بيفتكر ويحكي لها لما سارة اتخانقت مع ابوها وسابت البيت وكملت دراستها على حسابها الشخصي، واضطرت تشتغل في البار عشان تصرف على نفسها، وابوها اتبرى منها. قالت له ونعمل اخلاق؟
ده انت عارف سارة اكتر ما تعرف عن مراتك. بسألك تاني، ناوي ترافقها؟ وبرضه ما عرفش يرد، فسبته وقامت. ونروح لسارة اللي رجعت بيتها مع اختها، واول ما دخلت افتكرت الحادثة وجالها انهيار. اما بقى اخت بيان مخبية عليهم بلاوي، وبتفتكر اليوم اللي باتت فيه بره البيت وزميلها خدرها وضحك عليها واخدها على فندق وصورها، وفجأة لقيته جاي يزورها في البيت وبيقولها انت قلقانة ليه؟ باباكي صدق حوار الشباب اللي كانوا عايزين يخطفوكي واني انقذتك منهم، وهي مش عارفة ترد. ونروح بقى لتاري اللي قررت تموف اون وتبدأ مشروعها فورا، وزارت رافي في الكافيه بتاعه وسألته على دراسة الجدوى اللي طلبتها منه، هتتكلف كام؟ قال لها انتي زي ما انتي ما تغيرتيش، بتدخلي في الموضوع على طول، عموما مش هتضطري تدفعي كل المبلغ مقدم، انا همولك المشروع وادفعي اللي معاكي حاليا وقسطي الباقي. هو انا ممكن اصارحك بحاجه؟ قالت له لا، والحقيقه انا ورايا معاد تاني، بتحاولي تتجنبي الكلام معايا يا تاري؟ قالت له ليه؟ انا محتاجه لك في شغلي. رافي انا ست متجوزه وبحب جوزي، استاذنك بقى، السلام عليكم. وهي مروحه اتصل بيان بيها، قال لها روحتي ولا لا؟ قالت له لسه في الطريق. قال لها طب تمام، انا بقى هتاخر بالليل، هقابل واحد صاحبي نلعب كوره، اتعشي انتي بقى. والحقيقه غير كده خالص، هو كان واقف مستني ساره وخدها هي واختها على السوبر ماركت وجاب لهم كل اللي محتاجينه، وقال لها هوديكي كمان للدكتور في ميعادك. ولما روح اخر الليل مراته سالته اتبسطت مع اصحابك؟ ارتبك وحس بالذنب وقال لها اه تمام. وتاني يوم تاري جريت واجرت مكان المشروع، وايمي صاحبتها كانت معاها لكن روحت بدري عشان فرحها قرب ومحتاجه تجهز حاجات كتير، ورافي قال لها ايجار المكان غالي جدا لكن موقعه ممتاز. عموما انا كلمتلك مهندس ومصمم ديكور هيخلصولك كل حاجه في ايام باذن الله، وحاول يتقرب منها تاني. لكن تاري صدته زي كل مره، بيان فاكر انه ناصح وماسك العصايه من النص لكن ما يعرفش ان اللي بيعمله هيتعمل فيه. يا ترى ساعتها هيقبل؟ اللي بيوقف اي واحده متجوزه انها تخون جوزها هو دينها واخلاقها وبس، مش حبها ليه. والفرق بين الستات، في واحده بتبقى مواربه الباب لاي راجل يكلمها ومستعده، وفي واحده بتبقى قافله ضبه ومفتاح وبتعامل ربنا حتى لو كانت مبسوطه مع جوزها او لا، ما بتحطش لنفسها مبررات للخيانة. الصبح جريت ورا بيان وهو رايح شغله تديله السندوتشات زي كل يوم، وطلبت منه يجي يشوف الكافيه بتاعها اللي أجرته ويشاركها رأيه، ووعدها انه هيجيلها الساعة 12 بالظبط. واتبسطت جدا وهو في شغله كلمته تطمن عليه وفكرته انها مستنياه، وكانت متحمسة ومبسوطة. لكن ايمي قالت لها انت طيبة جدا، هو عمره جه في ميعاده ولا عبرك اصلا؟ خليك انت دايما كده عنده اخر حاجة، ودايما في حاجات اهم منك. لكن تاري نفضت لها، وبيان بيستأذن من شغله عشان يروح لمراته. اخت سارة كلمته وطلبت منه يوصلهم للدكتور عشان يفك الجبيرة، ومش هينفع نأجر عربية. قال لها لا، عربية ايه دي تيجي؟ انا هاجي اوصلكوا بنفسي، قولي لها ان انا جاي في الطريق. وبعت رسالة لمراته وقال لها انا اسف ومش هينفع اجيلك، عندي مشاكل في الشغل. وإيمي أول ما شافتها قالت لها مش جاي صح؟ يعني لما قالك إنه جاي في الطريق كان بيكذب. وبيان أخد سارة على المستشفى وجاله تليفون من مامته وانشغل معاها، وجاي بيبص لقى رافي بيسلم على سارة، كان في المستشفى بيتبرع بالدم، وسألها مين ده؟ قالت له كان صاحب قلدي. بعدها رافي عدى على تاري عشان يشيك على المشروع وقال لها أنا قابلت جوزك في المستشفى. قالت له بيان مستشفى ليه؟ وبعدين انت شفته قبل كده؟ انت عرفته منين اصلا؟ قال لها من صفحتك على الانستجرام، وشفته كمان في الجنازة. على فكرة هو كان مع سارة مرات قلدي الله يرحمه. تاري خدت الكلمة في قلبها وسكتت، وروحت اتغدت معاه وما سألتش. وبيان خلص اكله وقام وساب تليفونه، ومن حظه الجميل سارة بعتت له رسالة، اتبسطت معاك قوي النهاردة، شكرا على كل حاجة بتعملها عشاني. وتاري لما شافت الرسالة قررت تمسك تليفونه لأول مرة، وبيان رجع جري لما افتكر انه نسيه ولقاها ماسكة التليفون. قال لها انت بتتجسسي عليا؟ كنت معاها في المستشفى يا بيان؟ ما جيتليش عشانها؟ وبيان مش عارف يرد يقول ايه، والتليفون تن تن رسائل. ويلا بينا على الحلقة التاسعة والقبل الأخيرة. انت ما جيتش تقابلني عشان تروح لسارة؟ بتقابلها في السر؟ والله ما حصل، قالت له رافي شافك وجي قال لي. بطل كذب وقرف بقى وهات التليفون ده، انا هكلمها واسألها ونشوف مين كذاب. قال لها اه انا اضطريت اوصلها المستشفى. ارتحتي؟ وبعدين اختها كانت معانا ما كناش لوحدنا. قالت له مش مهم مين معاكو، المهم ان انت بتكذب عليا.
ازاي تبقى عارف اني مستنياك وتروح لها هي؟ طب ما قلتليش ليه؟ قال لها خفت تزعلي مني، انا عارف ان الموضوع مش هيعجبك. قالت له لما مش هيعجبني بتعمله ليه؟ قال لها بقولك يا تاري، لو استمريتي تشكي فيا يبقى اكيد عمرك ما هتصدقي اني بساعد سارة عشان قلدي وصاني عليها. بعدها راحوا المستشفى واتضايقت اكتر لما شافت واحد قدامهم قاعد مهتم بمراته وحنين عليها، واول ما ندهوا على اسمها قامت ودخلت لوحدها من غيره، لكن بيان دخل وراها جري، والدكتوره طمنتها انها سليمه والحمل متاخر بس عشان محتاجين تقربوا من بعض شويه. ولما سالتها بعض الاسئله المحرجه تاري اتكسفت تجاوب عليها، وبيان هو اللي جاوب. ولما خلصت نزلت جري على عربيتها. قال لها يعني الدكتوره بتقولنا نقرب من بعض وانتي بتبعدي؟ قالت له مش هركب معاك. قال لها وانا اعتذرت لك كتير. قالت له وانا سامحتك لكن مش عايزه ابقى معاك. ونروح للشاب اللي ضحك على اخت بيان، وبعد ما شربها حاجه وخطفها ليله في الفندق وصورها مسك عليها الزله وراح يتقدم لها وهي مش طايقاه، وطبعا كان هدفه فلوس ابوها وانه يمسك له كل شركاته. ومامتها بتقول لها كنان انت ما كنتيش عايزه تتجوزي بدري، ورد هو وقال لها اكيد يا طنط طبعا قبل ما تعرفني. لكن الام دخلت وقالت لجوزها انها مش مرتاحه للولد ده وحاسه ان في حاجه مش مظبوطه وبنتك مخبياها. والاب كان رايه ان ده الشاب المثالي اللي ممكن يمسك شركاتي مادام بيان ابنك مش عايز. ونروح لامي اللي بتوري تاري طقم الخطوبه. قالت لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ امي قالت لها كلكم غيرانين عشان انا احلى منكم صح؟ المهم ما تتوهيش، قولي لي مالك برضو زعلانه منه عشان بيكذب؟ تاري قالت لها بيحاول يقنعني ان كل اللي بيعمله صح وانا شايفه كله غلط. قالت لها خلي بالك الزعل الطويل بين الزوجين مش كويس، وابليس كله هدفه انه يفرق بين اي اتنين متجوزين. تاري قالت لها بصوا عروستنا العقله بتقول ايه. قالت لها بمناسبه الفرح صحيح انت عليكي البوفيه كله وطبعا هتحطي لي الهديه بتاعتي في ظرف. تاري قالت لها ايه كل ده هو اخرك 50,000؟ قالت لها 50 ايه؟ 250,000 يتحطوا في ظرف. اقول لك خديهم من بيان هو يستاهل. هستناكي ها؟ باي باي. وبيان الصبح نزل يشرب قهوته مع تاري، واول ما قعد جنبها سابته وقامت، وهي ماشيه جالها مغص جامد وخبت عليه وما عرفتوش انها تعبانه. واخت بيان قاعده مقهوره وبتفتكر اللي اتعمل فيها لما خدها وصورها، وباباها قطع حبل افكارها وقال لها في ضيفه عايزاكي بره. خرجت لقيت بنت بتقول لها انا ضحيه كارلي زيك بالظبط وصورني زي ما صورك، ده مجرم محترف وعمل كده مع بنات كتير غيرنا، احنا لازم نتفق ونوقفه عند حد ونبلغ عنه، وهنجيب الفيديوهات اللي صورها لنا. ونروح لبيان اللي سمع مراته بتتكلم في التليفون اتسحب وتصنط عليها، ولقاها غرقانه في شبر ميه وبتقول لصاحبتها انها محتاجه عامل كهربا يشوف لها التكييف. ونروح لكينان اخت بيان اللي قابلت البنت بره وسالتها انت متاكده انه محتفظ بالفيديوهات في شقته؟ قالت لها انا شفته بيحفظ كل بياناته على الهارد بتاعه، هناخده من الشقه اول ما يخرج ونسلمه للشرطه على طول. اما امي اخدت تاري اكلتها وبتقولها لازم تخلي بالك من نفسك. تاري قالت لها المهم دلوقتي التكييف، هنعمل ايه في الافتتاح لو ما اشتغلش؟ سمعت بيان بيقول السلام عليكم يا سكر. ايه ده انت ايه اللي جابك هنا؟ دخل وقال لها حد عنده مشاكل في الكهرباء هنا؟ يا اخي نشفت ريقنا. ايوه كده حسسنا انك موجود. ونروح لكينان اللي اول ما شافت كارلي خارج من بيته مع اصحابه اكتشفت ان صاحبه هو اللي كان عامل ويتر وحط لها المخدر في العصير. قالت لها لا دي عصابه بقى انا لازم اسجنهم. وبيان صلح لتاري التكييف وشغله لها، وبعد ما العمال مشي وقال لها سامحتيني بقى هاكل من ايدك تاني امتى؟ اكل الشارع وجعلي بطني. قالت له هفكر. قال لها الاكله اللي بحبها مخصوص عشانك، وخدها في حضنه. وامي قالت لهم مش مصدقاكوا على فكره، قالوا لها انت غيرانه مننا روحي اتجوزي بسرعه وبطلي حسد. بعدها بيان قال لي تاري تصليح التكييف بتاعك فلسني، كل الفلوس دفعتها للعمال وغديتهم. قالت له عشان ما تبقاش تزعلني تاني، انت هتيجي الافتتاح بالليل اوعى ما تجيش. قال لها ما اقدرش اتاخر عليكي، خدي بقى ريمود التكييف ده واوعي حد يبوظه تاني، دافعين فيه دم قلبنا. ويا دوبك الراجل سابها وراح على شغله لقى الحيزبونه مستنياه وفضلت تتسهوك عليه وتقول له قلدي مات وسابني. قال لها طب اهدي طيب يا ساره تعالي نتكلم جوه ما ينفعش نقف هنا. ولما قعد وقالت له انا عمري ما حبيت قلدي. قال لها واتنيلتي اتجوزتيه ليه؟ انا مالي؟ قالت له مش عارفه انساك يا بيان، انا لسه بحبك، حاولت احبه وما عرفتش بس اتجوزتيه. قالت له ما كنتش عارفه ابقى زوجه صالحه ليه. وافتكرت لما يوم الحادثه طلبت من قلدي يطلقها وقال لها عشان كده بتاخدي حبوب منع الحمل دي؟ مش عايزه مني اطفال تربطك بيا صح؟ قالت له انت بتفتش في حاجتي. والخناقه كبرت وهي سايقه وعملوا حادثه وموتت الراجل، وطبعا ده كله وهي بتحكي وقاعده تعيط.
وبيان بيحاول يهديها، لو ما كنتش قلت له نتطلق ما كناش اتخانقنا وما كانش مات. بيان قال لها ده قدره ومحدش بيموت قبل ميعاده، ومدام اتجوزتي ابن عمي فانت دلوقتي من عيلتي، لو احتاجتي حاجة في يوم هتلاقيني موجود، ما تستنيش مني اكتر من كده. قالت له اه، النهاردة افتتاح مشروع مراتك مش كده؟ عرفتي منين؟ من صفحة الانستجرام بتاعها. هو ينفع عيجي؟ قال لها تعالي، اصلا يعني العيلة كلها هتيجي، ابقي تعالي معاهم. وفي نفس اللحظة كنان اخته لقيت الهارد في شقة كارلي، وخرجوا على اخر لحظة قبل ما هو يدخل الشقة، وركبوا العربية وقالت للبنت خلي الهارد معيكي وتأكدي من الفيديوهات، وهقابلك الصبح ونروح الشرطة نبلغ عنه، عشان النهاردة بالليل عندي افتتاح مشروع مرات اخويا. واللي ما يعرفوهوش انه كان حاطط كاميرا تانية بتصورهم وهم بيسرقوا شقتهم. ونروح لتيري اللي حب تفاجئ بيان بالغدا اللي بيحبه، راحت له على شغله، ومن حظه النحس شافته بيركب سارة العربية تاني، راحت رمية الأكل في الزبالة وماشية. وهو خلص شغله وراح الافتتاح بالليل، لقى الكل موجود ما عدا تيري، ولما سأل عمها قال له دي راحت تودي لك الغدا، وبيان تنح وفهم إنها شافتهم. وفجأة تيري وصلت وشكلها كان تعبان جدا، وبيان مستني رد فعلها وقلقان منها. جي قرب لها بعدت عنه، جري وراها وقال لها بما إنك جيتي شغلي يبقى شفتي سارة، وطبعا زعلانة، والله الموضوع مش زي ما انتي فاكرة. قالت له أنا مش عارفة أعيش، اتخنقت منك، كل شوية تحرق دمي، ما بلحقش أفرح معاك. قال لها طب نتكلم في البيت، النهاردة افتتاح مشروعك اللي حلمتي بيه، كلهم يا تاري مستنيينك برا، بلاش تبوظي حفلتك ها عشان خاطري، انت ما بيهمكش زعلي عشان عارف اني هسامحك في الاخر. يا بيان محدش بيفضل مستحمل طول العمر. وهي خارجة لقيت سارة في وشها، مبروك يا تاري مشروعك الجديد. وتاري طبت من طولها وقع في وسطهم. وكارلي بعت لكنان الفيديو وهم بيسرقوا شقته، وبعت للبنت التانية فيديو إباحي ليها معاه وقال لها ده بقى هيبقى ترند، فضيحة عارضة الأزياء المشهورة. والبنت يعني ما استحملتش الفضيحة وقامت شنقت نفسها. وطبعا بيان خد مراته جري على المستشفى، واكتشفوا انها حامل لكن الحمل خارج الرحم، والدكتورة قالت لازم عملية إجهاض فورا. وتاري بتدخل أوضة العمليات وهي بتعيط، مقهورة على البيبي اللي عاشت عمرها تتمناه، وأول ما جيها تضطر تجهضه بنفسها. بتبدأ الحلقة العاشرة والأخيرة ببيان جنب تاري في المستشفى، وبيحمد ربنا أنها فاقت وقامت بالسلامة، وهي بتعيط وتقوله لو كنت أعرف أني حامل كنت هحميه وما كانش هيموت. قال لها ده قدر ربنا وما كانتش طايقاه، وطلبت منه يسيبها لوحدها، قال لها هجيب لك حاجة تشربيها وجايلك تاني. ونروح لكنان أخته اللي كارلي بعت لها لينك الفيديوهات الإباحية اللي عرضها على اليوتيوب، عارضة جميلة بيبدأ اسمها بحرف السين بتشنق نفسها بعد تسريب فيديو إباحي ليها، وطبعا انهارت وما بقتش قادرة تتلم على أعصابها. ورجع بيان لتاري لقى الدكتورة عندها ومعها رافي، وطلعوا قرايب، وجاب لها بوكي ورد، واتحرق دمه أكتر لما تاري رحبت برافي وعرفته عليه واستأذنهم وخد إزازة المية بتاعته وخرج بره. وإمي اللي بتحضر لفرحها إذ فجأة كده لقيت عريسها متغير ومكشر، وعرفت منه إنه متعقد من مشاكل ما بين أبوه وأمه. قالت له يعني أنت مصدوم من إيه؟ كل الأزواج بتتخانق. قال لها خايف يحصل معانا زيهم، وكان رأيها إن الأزواج اللي بيحبوا بعض برضو بيتخانقوا بس بيفوتوا البعض ويكملوا عادي، يعني أنت مكبرها. وكارلي جاب أهله وطلب إيد كنان، وهي الوحيدة اللي عارفة نيته الخبيثة، لكن مش قادرة تنطق لا يفضحها زي صاحبتها. وباباها وافق ورحب بيه جدا. أما إيمي يوم فرحها عريسها مجاش، وكلم باباها واعتذر له وقال لها في رسالة إنه آسف. بعدها تيري رجعت بيتها بالسلامة، وأول ما قعدت سألته أنت اللي عزمت سارة على افتتاح مشروعي؟ قال لها صدقيني مفيش حاجة بينا، على الأقل من ناحيتي أنا أصلا مش بديها فرصة. وفجأة لقى سارة بترنله، ما بتردش ليه؟ ما تسمعني كده بتتكلموا ازاي مع بعض؟ رد وفتح السبيكر، سارة قالت له تاري رجعت البيت؟ قال لها اه. تكلميها؟ قالت له لا اكلمها ليه؟ هي زعلانة مني في حاجة؟ قال لها ده احساسك انتي بقى، لكن انتي مش على بالها اصلا، اصلا افتكرتها زعلانة انك بتيجي معايا السوبر ماركت على طول. تاري تنحت، عموما انا متصلة هدي النفوس، لكنوا زعلانين بسببي ولا حاجة. قفل وقال لها والله بريء. قالت له وانا كنت بحضر لمشروعي ومشغولة، بدل ما تساعدني وتشاركني كنت معاها وبتساعدها هي؟ كل مرة نفس العذر، ما بتزهقش؟ سارة محتاجالك، سارة عايزاك، وانا بقالي مش محتاجة مساعدة؟ مين فينا اهم، انا ولا هي؟ انت لازم تفهم انك مش مسؤول عنها، وربنا هيسألك عني انا مش عنها هي، ومادام اضطريت تكذب عليا يبقى انت ماشي غلط.
الإنسان اللي ماشي صح ما بيحتاجش يكذب ويخبي أفعاله، وأنا مش مرغمة أكمل معاك في علاقة مش مريحاني. وجي يسندها قالت له ما تلمسنيش. بعدها مامته بعتت له رسالة يجي لها ضروري عشان مش مرتاحة لعريس أخته ده. وأول ما راح لها سألته على تاري، قال لها بقت أحسن لكن عايزة تسيبني وأنا بحبها ومش عارف أعمل إيه. قالت له مدام بتحبها يبقى هتعرف تحافظ على بيتك. عموما أنا كنت عايزاك في حاجة تانية، أبوك جاله مرض القلب وتعبان جدا ومخبي علينا كلنا، وكلمتك لانه عايز يمسك كارلي كل شركاته وانا مش مرتاحة للولد ده خالص، وانت اولى انك تساعد ابوك في شغله. وفي نفس اللحظة تاري لمت هدومها وراحت بشنطتها على بيت عمها. اما سارة رجعت تعتذر لباباها وحاولت تراضيه، لكن قال لها هربتي مننا على جاكرتا زمان وقهرتي امك، وفي الاخر عملتي ايه؟ بقيتي عشيقه راجل متجوز واتجوزتي بعدها راجل ما بتحبيهوش وجبتي اجله وموتيه. مبسوطه كده؟ كان لازم تعرفي ان نسيان اهلك هيدمر حياتك. اما تاري رجعت لشغلها، واول ما دخلت لقيت بوكي ورد في وشها ورافي مستنيها، وبيان بات في بيت اهله ونزل يطمن على اخته. واول ما جه كارلي خطيبها بص له بصت انا مش مطمن لك. اما تاري صلت مع عمها ومراته جماعه ودعا لها بعد الصلاه، يا رب في كل زواج عقبات وفتن، احمينا وهون علينا ابتلاءاتنا وابعد الشيطان عن بيوتنا. وتاري داخله شغلها تاني يوم، رفي جاب لها ورد تاني وقال لها نفسي تكوني سعيده، اللي حصل لك يوم الافتتاح بين قدامنا كلنا انك مش مبسوطه في جوازك، واحب اقولك ان الامور لو ساءت اكتر من كده بينك وبين بيان انا موجود ومستنيكي. والطهره ساره قررت تتحجب وراحت لابوها تاني وودعته لانها مسافره وهتريح كل منها. ونروح لإيمي الحزينة وبتشيل زينة الفرح، وفجأة سمعت صوت عريسها وبيقولها خلي الزينة مكانها، أنا آسف إني خذلتك لكن مش ههرب منك تاني، يا ترى لسه موافقة تتجوزيني؟ وأبوها أول ما شافه قال له أنت شرفت، وطلع يجري وراه هو والعيلة والقوم والجيران وضربوه علقة سخنة. وإيمي جريت وراهم بالسكوتر بتاعها وراحت تنقذه. أما تاري بتروح تحضر درس الدين وتهدي أعصابها، وبتسمع المعلمة بتاعتها بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عادة التجسس على تليفونات أزواجنا عادة سيئة، مالكيش دعوة بيه، ربنا بيستر عيوب الإنسان لسبب وحكمة، لو ربنا أراد تعرفي شيء هيعرفهولك، ولا ربنا ستره ما ينفعش ندور وراه ونفضحه إحنا. عيشي حياتك مطمنة، وبدل التفكير السلبي وسوء الظن الدعاء لربنا أفضل وأسهل. اطلبي من اللي خلقه يهديه ويحفظه من كل شر، هو المتحكم في أمره، وادعي كمان لأولادك. خرجت تاري من المسجد لقيت الطهرة سارة في وشها وسلمت عليها وعرفتها انها هتغور في داهية قصدي مسافرة، وقالت لها نفسي تسامحيني اني جرحت مشاعرك كتير، انا ما قدرتش اكون زوجة صالحة لقلبي الله يرحمه، احنا احيانا بنعرف قيمة الشخص بعد ما نفقده، وانتي لولا صبرك كنتي هتطلقي بسببي، من النهاردة أنا مش هزعجك تاني أنتي وبيان، ومن قلبي بدعيلكوا تكونوا مبسوطين. وكنان بعتت لبيان اللوكيشن بتاع بيت مامة كارلي اللي هي واقفة قدامه دلوقتي وقالت له الحقني، وتاري طلبت تقابل رافي وجابت له في شنطة كل بوكيهات الورد اللي جابها لها قبل كده، وقالت له أنا متزوجة ومش من اللائق أبداً انك تبعت لي ظهور زي دي، شكرا على مساعدتك ليه في شغلي، واللي حصل لي في افتتاح المشروع كان مشكلة عادية بتحصل عادي بين اي زوج وزوجة، بتمنى يكون ده اخر لقاء بيننا، ما تجليش شغلي تاني، انا بحب بيان جوزي. السلام عليكم. وكنان استنت كارلي لما خرج من بيت مامته لقيت امه بتفتحه في وشها وقالت لها اللابتوب بتاعه اهو كل بياناته والفيديوهات بتاعت كل صورها لكم عليه والباسورد 1978. كارلي نيته طيبة كل همه انه يلاقي فلوس عشان يعالجني، لكن شيطانه ساقه وتجاوز الحدود وانا مش هتحمل ذنبكم، واتصلت بالشرطة يمكن ربنا يقبل توبتي. وفجأة سمعت صوت كارلي خدت اللاب وجريت وطلع يجري وراها وفتح لها مطوة وقال لها رايحة فين يا حلوة، وفجأة بيان جه من ورا واداله برجله طيره واتخانقوا راجل لراجل، وكنان ضربه بالمطوة في بطنه وطلع يجري لكن الشرطة جات ومسكته ونقلوه المستشفى، وتاري فضلت قاعدة جنبه لغاية ما فاق. واخته وابوه اطمنوا عليه وخرجوا، وبيان قال لتاري انا اسف اني زعلتك كتير، كنت بساعد ساره من وراكي وكدبت عليكي، نيتي كانت مساعدتها بس والله ما فكرتش في لحظه في اي شيء تاني، وبحبك انتي ومرتاح معك انتي ورجعي البيت. قالت له سيبك انت انا نسيت كل ده، انا طلعت متجوزه هيرو. قالت بتتريقي انا عضيته في دراعه على فكره.
وروحوا بيتهم بالسلامة. وجابت له الاتفاقية العبيطة اللي كانوا كاتبينها وقالت له بحضور السيدة ديرمي كشاهد أنا بقطع الكلام الفاضي ده. قال لها من هنا ورايح مفيش اتفاقات، عقد جوازنا ميثاق أقوى من أي اتفاق، اتجوزتك بكلمة ووعد لله وهفضل احافظ عليك يا عمري كله. تاني يوم دخلها المطبخ واللقطة بتاعت الدقيق جت اهي، ولأن الحلال أجمل فانتظر. وبيان استقال من شغله وانتهت قصة لن أعيش في جلباب أبي، وراح لأبوه وقال له عندك ليا مكان يا عم الحاج. وسارة وهي مسافرة أختها وأبوها لحقوها وقال لها أظن فهمتي إن كلام أهلك كان صح وإن قراراتك اللي خدتيها من دماغك بوظت حياتك. وبيان ربنا هداه وبقى بيصلي بمراته وسلم وبيدعي ربنا. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. ودارت الأيام وأول ما عرف إن مراته حامل سجد في الأرض شكر لله وحضنها وبس إيديها وحضر معها عملية الولادة وكبر في ودن النونة وحضر وفرح إيمي بالنونة الجديدة. العريس اتأخر تاني بس في الآخر دخل عليهم بالزفة والصواريخ. عقبالكو كلكو يا رب لما نسمع زفة فرحكو، قولوا أمين. وهنا انتهت الحلقة العاشرة والأخيرة، وسامحوني بقى لو كنت أخرتها عليكو شوية. وبس خلاص، لو عجبك الملخص قولي إيه رأيك في الكومنت.